المعلم جوا؟ طبعا طبعا عم ينتظرك. عنده حدا؟ عنده هذا المقدم ما بعرف شو اسمه. تفضل. بيقول انه اخذ لك. صباح الخير معلم. لا تاخذني تاخرت عليك، هدول المصاري اللي طلبتهم. تفضل بقول لك اياهم. تراجع شرف رجلها القاعدين، انا شايف انه عم تتلوف. على عيني وراسي، بس والله انا مستعجل، قلت مرق لك اياهم على السريع. طيب ماشي اتركهم هلا. هدول مليونين ونص، واذا بتعادل لك عند ضيوف. ماشي ماشي اوكي يلا. انا عديتهم المكتب، بس اذا بتحب نرد نعدهم هلا بنبعث. ماشي يلا بالاذن. سلام عليكم معلم. بالمناسبه شو بتحتاج؟ اماني دولار يورو يعني؟ خير الله وخيرك، استرليني فيك كمان. يلا سلام عليكم. تعرف انت سامر عم يعمل جراحة بأوروبا، ويمكن يحتاج لأكثر من جراحة، فلازم نبعث له مصاري. على كل حال نرجع لموضوعنا. بقى عم بيقول انه اخذ الأختام من واحد عندهم بالحارة، ابن ضيعتكم اسمه صفوان نازي. وهذا صفوان كيف وصلت الأختام لعنده؟ عن طريق سكرتيرتكم ندى. ندى؟ لسه الخير لقدام، ما خلصنا حديثنا. لا بدي افهم شو عم يسوي مع سكرتيرتي وبرات مكتبي وخارج الدوام الرسمي. والله وانا كمان بدي افهم شو عم بيسوي مع الانسه ندى، ومن الانسه ندى نفسها. شو صار معنا موضوع الاهتمام؟ ما تطور شيء؟ وعلى شو مستعجل؟ بس امبارح حكينا بالموضوع، يعني ما حلك تسأل عن آخر التطورات؟ وخلقنا الإنسان عجولة. لا الشغلة بدها طولت بال يعني. ها يلا أوكي 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 يلا يلا همتك على الشغل نشوف. شو بدك تشوفي؟ بدي أشوف إبداعك وبعدين ببقى بقول لك آخر تطورات. رح تشوفي برنامج ما شفتيه بعمرك. يلا خلينا نشوف. غدير المرابع ابن موسى، عبد الهادي حسن ابن عدنان، فواز المسطو ابن ياسر، مأمون عبده قطان، صفوان نازي ابن علي. حاضر سيدي. اللي طلع اسمه بحضر حاله بكره الساعة 7 الصبح على المحكمة، ما بدها تأخير، مفهوم؟ أي ساعة سيدنا؟ 7 الصبح قلت لك. ما قال لك 7 الصبح، ضروري الحوار مع السلطة يعني. أنه ساعة؟ يعني أنه ساعة 7 الصبح؟ خيوم قدير سألك سؤال. سؤال ولا خلص؟ بلا بسأله الشرطي. بسأله الشرطي خلص بلا. شو بدك تسأل؟ شو انت؟ انت اللي بدك تسأل يعني. مشان بكرة شو نقول لهم بكرة؟ شو بدك تقول؟ والله ما بعرف، صعبة والله. طيب الله يخليك، فيني بعد ساعة والله نعست كتير. نعم نعم تعبت. شو ماي لاف؟ دقينا الباب ما سمعنا الجواب، شو بدنا نسوي بكره؟ والله ما بعرف. انا بالنسبه لي الامور واضحه، رح اقول بالمحكمه نفس الكلام اللي قلته قدام الشرطه بدون ما ازيد عليه ولا حرف ولا نقص عنه ولا حرف. والله شو؟ ايه ونحن ما بعرف. اتفق انت ومعلمك شو بدكم تقولوا. بس يا معلم مأمون، ما قلت لنا بكره شو بدنا نحكي؟ عدم المؤاخذه مشان كلامنا ما ينسيك. والله عم بحكي مشان صالحك انا والله. يا سيدي قولوا اللي بدكم اياه، اكثر من هيك شو بدي انزل؟ سجن في اكثر من هيك؟ عم يحاول يوصل رسالة للمحقق. شلون يعني؟ تذكر هداك اليوم وقت كانوا عاملين معه مقابلة على التلفزيون وكان عم يحكي على هذا الكمبيوتر؟
مراقب الجودة يعني. ما بعرف شو هو. المهم بتذكر وقتها انك انزعجت كثير وتخانقت معه لانك حسيت انه في شيء من وراه ما له طبيعي. ايه شو ايه؟ فاستغل هو فرصة وجود المحقق لحتى يعطيك المصاري بحضوره، حتى إذا صار ما صار يعتبرك شريكه وبوجود شاهد، ومو أي شاهد، محقق. طيب هو شو مصلحته إذا نزلت مكانتي؟ ما هو رح يخسر كمان، رح يخسر عمه مكانة عمه يلي عم تدعم. حبيبي هذا صهرك عادل ماله قليل بنوب، عمل هيك لحتى يوما ما إذا وقع تضطر غصبا عنك توقف معه لأنهم رح يعتبروك شريك معه. معقول؟ معقول يكون عم يفكر بهالطريقة؟ العمى إذا كان هذا صحيح. عطوش لفعطوش، اللهم حبب قلب عادل ابن سهام بسوسن بنت سعاد. شو هاد سوسن؟ سرقيا برقيا سرقيا سرقيا وسرقيا موصوفة كمان شي حلو. سوسن صح النوم؟ شو صاير عم تنام كثير بالنهار؟ شو ها؟ عملتي لي حساب سوسن خانو؟ مشان حبك ما؟ ايه؟ شو علي؟ اعملي حجابات قد ما بدك. يا ريت على الله يزبط شي واحد منهم. بلكي بحسن حبك. وابي سلمي لي على فعطوش. حاضر استاذ. استاذ سليمان المعلم بالضيافة. مر معلم سليمان، بدي منك طلب اخير. وليش اخير من غير شر معلم؟ بدي اياك تضبط لي اغراضي كلهم وتاخذهم على البيت. عفوا معلم، اغراضك كلهم؟ كل شيء بخصني. Thank you.
Mm-hmm.